السوق الكبير هو أول سوق تأسس في مدينة العمارة في نهاية القرن التاسع عشر في العهد العثماني لينشأ مع نشأة المدينة، ويحتوي على عدة محال تجارية إضافة للمكتبة العصرية. لا يزال هذا السوق مركزا تجاريا هاما يرتاده أهالي محافظة ميسان من مختلف المناطق والأقضية والنواحي، لأنه يقع في قلب المدينة حيث بني بطريقة عمرانية مميزة اعتمدت على الطابوق والجص بشكل قاوم عوامل الطمس والاندثار، وكذلك يحتوي على سقف مقوس بجانبه شبابيك خشبية للتهوية والإنارة، مما يدلل على القدرة العالية للصناع والبنائين الذين عملوا على بناء سوق العمارة في تلك المرحلة التاريخية التي شيد فيها. وفي إحدى أركان سوق العمارة تقع المكتبة العصرية التي أنشئت في العام 1929 كمركز ثقافي يأمه العديد من الكتاب والمثقفين من أبناء المحافظة. ولهذه المكتبة التراثية دور كبير في عملية التواصل مع دور النشر المحلية والعربية والعالمية، لأنها ترفد مثقفو المدينة بمختلف الكتب والمطبوعات العلمية والأدبية، إضافة لكونها مركزا وحيدا لنشر الصحف والمجلات. وخلال مراحل تاريخية متعددة من عمر هذه المكتبة زارها العديد من الأسماء اللامعة في سماء الشعر والأدب كالشاعر محمد مهدي الجواهري والشاعر مظفر النواب وغيرهم من الأدباء الذين لا تكتمل زيارتهم لمحافظة ميسان إلا بزيارة هذه المكتبة العريقة. بالرغم من تقادم السنين إلا أن سوق العمارة الكبير والمكتبة العصرية ظلا مقصدا للزبائن ولطلاب الثقافة والمعرفة. لبرنامج محطات، محمد الشبلي، ميسان.